يعطيكم العافية. هذا رابع درس من دروس حصص دورة المستوى في اللغة الإنجليزية، وأنا شروق راسم. أوكي، في هلا عندي إشي رح أخده اسمه prepositions. prepositions هم حروف الجر. حروف الجر، زي ما في حروف الجر في العربي في حروف جر في الإنجليزي. تعالوا نعرف شو هم حروف الجر في الإنجليزي. أول شيء هم أنواع. أوكي، شو أنواعهم؟ أول نوع هو الـ preposition of time، هو حرف الجر لبيان الوقت. تمام؟ They are used to help indicate when something happens or will happen. تمام؟ happened شيء حدث، ثم برجني متى حدث أو متى بيحدث أو متى رح يحدث. أوكي، زي شو؟ I was born on July 4th 1982 مع الـ full dates، أو I was born in 1982 مع التواريخ. I was born at exactly 2 a.m. أنا بالضبط انولدت على الساعة 10. I was born 2 minutes before my twin brother. أوكي، قبل أخوي التوأم. I was born after the Great War end. أنا انولدت بعد ما انتهت الحرب العالمية. After. وعندي the concert will be staged throughout the month of May. Okay.